شو عم تسوي؟ بدك تهربي ما؟ عم تتزاكي علي؟ بدي امشي ما عاد عني اخي ناطر اتركني روح كتي انا رح ورجيك وما دام حاولتي تهربي من زوجك وخنتيني مرة تانية يا واطية انتي رح دفعك الثمن غالي شو بدك؟ لا تضربني لا تعملها اجود بيك لازم نحكي انا وحضرتك ضروري لحالنا انا مرته يعني بتقدر تحكي معه قدامي جيهان خلصنا شو خلصنا ليش بدي اطلع يحكي قدامي بنتي تعالي انا وانتي ننزل ونشرب شي بالكافيتيريا انتم مخبين شي عني موجود جيهان انا رح اقلك كل شي بوعدك يلا بنتي حضرتك بتعرف شو بدي اقول بدك تحكي عن الرصاصة ما دكتور اكيد لانه انت عم تضر حالك ولازم تعمل العملية مزبوط دكتور ما انك اول واحد بيقول لي هالشي قدي ممكن ينجح الموضوع وشو نسبة اني عيش بشو رح تفرق ما في عندك حل غيره واول عن اخر الرصاصة رح تقتلك بس اعطيني رقم دكتور ما فيني اعطيك اي رقم بس مانو صفر أكيد فاطمن يعني محرزة أنت الشاب والمفروض تقاوم لتعيش وبلكي فتت لحتى أعملها وضليت على التخت ما رح كون ظلمت حالي هون يمكن الأمر اللي هي محددت لي إياه بخليني أرفض أني جاسف عندي شغلات لازم أعملها دكتور ومو جاهز موت هلأ فما علي خلي الرصاصة براسي هذا كلامك الأخير؟ اي نعم يا ربي ليه قمت جود؟ تسطح لو سمحت ما قلك شي راجع لوعيك لا معلش ارتحت بكفيني هيك ولازم نروح على بيتنا سيد جود ممكن ترجع تتسطح فورا؟ أنا بحبس ولا بمشفى؟ قلتلك إنه ارتحت ايه بس علاج حضرتك ما خلص سيد جود ليك جود اسمعني يلا تسطح وبلعنات جيهان خلينا نطلع صدقيني بالبيت بكون أحسن بكتير لو سمحتي رح أطلب الدكتور وأنت قل له إذا بدك تطلع هلأ هو شو قالك لحتى زعجك؟ وين تيابي هلأ؟ إذا ما جاوبتني هلأ ما رح نروح ما قل لي شي شغلات عادية كتير يعني إنه رح يكون في وجع لكم أسبوع وبعدين عالدواء برتاح إيه ليش ليه طالعني معناها مدام بده يقلك هيك شغلات؟ كان في يحكي قدامي بس حكيك مو صحيح وإنت مخبي شي ما؟ ماشي رح قلك بس ليكي ما بدي اياكي تزعلي وما بدي يتغير الشي اللي كنا عايشينه دفقنا هلقت خطير حكي لي جود المشكلة براسي شو القصة جمجمة مكسورة شوي وعم بيفت الهوى الدكتور قال هيك ولازم خبرك مشان تقربي ايدك وتسكري لي مكان الكسر هالشي ما بيضحك ما عجبك يعني راسم هوا شوفي احسن من هيك انت ام راس يابس وانا ابو راسم هوا صرنا ثنائي حلو انا وقف قلبي وانت لساتك عم تحكي وتتمسخر لهلا تستاهل إذا هيك رح تعملي خلينا نضل بالمشفى أحسن إلي وإلك معناها معقول عم تضربيني بدل ما تديري بالك علي أنا رح
كتير بالي عليك وحتى راسك ما عاد رح يوجعك. ايش لون بدك تشيلي من مكانه يعني؟ يلا ساعديني البس ثيابي، اعطيني اياهم. شو عم يصير؟ قررنا نروح. انا قلت لك انه ما تطلعي، بس ما سمعتي، ولاني سامحتك اخذتي وش. شو؟ كأنك طالع بكير من هون. روحوا انتوا هلأ بلحقكن. ليش نحن عشو اتفقنا؟ مو على أساس بدك تريح؟ واتفقنا انه ما رح تزعليني مو؟ خلص نحن رح نستناك. عمي تحسين معلش، أنا رح ضل أحكي مع يمان شوي وبعدين بلحقكن، تمام؟ طيب يلا بنتي. لا تقلقي مرت أخي، عندي رح رجع لكم يا فورا. الحمد لله على السلامة. كيف صرت؟ منيح والله، وطلعت منها مثل القطة اللي بسبع أرواح. حلال عليك. شكرا. بس كيف صار اللي صار؟ يعني أنا لحد هلأ ما فهمت شيء. إنه كيف؟ نحن كنا رح نروحه لممدوح وصرنا عشوي رح نخسرك. بس أنت لا تاكل هم أخي، ما رح نسكت له عليها أبدا. ايوه ايوه ايوه. ايه شو علي؟ انت طالع جديد من المشفى، بس عزمك مثل ما هو لهلا. ولك انا لأنت بدي اتحمل كذبك. اه يمان، ليك رح موتك اذا بقى بتطلع بطريقي. طب اهدى شوي، صدقني انت معصب وعم تظلمني هيك كتير. لك مصر انك تكمل كذب؟ طب بس اسمعني وروح اذا ما عجبك. تركني روح بقى. ايه اسمعني، انا بعملتي اخذت بيتاري وبيتارك منه، ولا بدك اسكت مثلا؟ كان لازم اعمل هيك. نايم ايدك، انا ما رح حاكيك شي، بس ممدوح بيك بيعرف شو يعمل وانا بورجيه شو رح اعمل. حلو الحكي، ممتاز. ايوه ممدوح بيك، انت منيحة بنتي؟ كيف بدي اكون منيحة يعني؟ لا تزعلي انت وياه، قدري قيمة الايام اللي عم تعيشيهم معه وكوني جنبه. عنده اكتر من عدو، ممدوح ويمان، وانا ما بعرف شو بدهن منه، وهو ما بيحكي لي شي. بابا مخبي كل شي عني وعم بيحاول انه يحميني منهن، ما عم بفهمه. بابا قولي بنتي، انت بتعرف شي ما بعرفه مثلا؟ ومنين رح اعرف انا؟ انت لا تفكري بهذا الشي هلا، فكري بابنك وبس. حط هاي عليك يا روحي، برد هون تمرض بعدين. يلا حطها على كتافك لتدفى شوي. حبيبي جيان. يا روحي انت، شكرا لك، غلبناكي معنا كتير. شو هالحكي؟ المهم الله لا يضركم بشي يا بنتي. شكرا. الحمد لله على سلامتك. ايه وين امي؟ راجعة مع فعلي ما هيك؟ وكيفها منيحة؟ بس هي وين كانت؟ اسمعني نور، لسه ما لقيناها لامك، بس نحن خبرنا الشرطة وهنن اكيد رح يلاقوا لك اياها. لو خاله مو بالمستشفى كان لقاها وجابها على البيت. آه في خبر حلو إلك، خالك طلع من المستشفى وليكو جاي على البيت، هو على الطريق هلأ. جد طلع؟ معناته بيلاقيها مزبوط؟ أكيد. يلا تعال شوف، خلينا نفوت طقس برد برا. يلا بابا، بعد كل اللي صار مع جود كيف بدنا نخبره إنه أمينة مانا هون؟
وعلى طول. البريد البريد يلا يشيت. بعينتك منيح مو؟ شو بعتت وراي لتشوف شكلي؟ لا يا مان، الواطي ضحك علي وعليك. قلت لك من الأول. مزبوط، وما صدقت. ما سمعتك لأنه نعم على قلبي وندمت. ممكن إنك تسامحني؟ يلا انت حدد لي العقوبة، يا سامحني او اوصني براسي. والشي اللي رح تقرره انا رضيان فيه. يلا يعني كل هالقد بهمك اني سامحك؟ طيب لكن بس عندي شرط. وهو؟ انك تترك اسيل. وليش عم تطلب مني هالشي بالذات؟ مشان ما تخجل من حالك وقت اللي تعرف. اذا بيعني لك هذا الموضوع اتركها للبنت. بس شو اللي رح اعرفه؟ رح تعرف الحقيقه بس لما يجي وقتها. لا تأخذيني مرتي، تأخرت عليكي. بس قلنا منريح راسنا وننتقل لهون. بس شوفي ليكن لحقونا. ها ها لك وين رحتي؟ يعني ما في قدامنا غير انه نستنى. شوفي شو صاير. جود اهدى شوي رح اقلك. صاير شي لحدا مزبوط؟ ليك جود، وقت اللي كنت بالمستشفى أمينة كانت رايحة تشوفك هونيك. وين أمينة؟ صاير لها شي جيهان؟ مو معروف، اختفت. قالت لنا انها بتضيع شوي، اكيد مخربطة بالطريق. بس ما نسيت طريق البيت ولا مرة، وما ضاعت ولا مرة. أكيد بيكون صاير لها شي. شي مثل شو يعني؟ شبك؟ شو حاسس؟ ما بعرف، بس لو مو صاير لها شي كانت بترجع فورا. سالي روحوا دوروا، الله يوفقكم جيبوها على البيت. هدا حبيبي، أنت لا تخاف، أكيد رح نلاقيها. ماشي جود، انت منيح؟ منيح، ضغط شوي. لك شبك سالي. جود رد علي، رد. سالي شو صار لك؟ طيب افتح عيونك، شو نعمل بابا؟ جود جود اه.
يمكن إلك يا رب. جيهان، لازم تقوي حالك. كل هالزعل والتوتر ما راح يفيدوا بشي. أبوكي معه حق. ليك جود، أنا جهزت لك كل شي، بيجامتك وشحاطتك ومنشفتك كله جاهز، فيلا قوم خلينا ناخدك على المشفى. أمشي. ما فيني جيهان، خلص ما راح يقبلوني أصلا، ونحن قررنا مو منترجاهن إذا في داعي. منضل واقفين على باب المشفى. أنا هون بتحسن عندك جيهان. لا جود، وإذا أنت بتحبني فعلا خلينا نروح. ماشي. لك أنت ما عرفتي تنتبهي علي، لهيك عم تحاولي تقرفيني. ما ليك، إذا صار لك شيء أنا ما بسامح حالي أبدا. إيه ما رح يصير لي شيء، عمر الشقي باقي معك. جود يلا بقى لو سمحت امشي. جيهان خلصنا بقى، انا هون برتاح. انت فكرتي بحالك والبيبي؟ اكلتي شي من الصبح؟ هيك مو صح مشانه. ايه مدامك اكل هم ابنك، قوم على المشفى لك. لك يلا خليني اخدك، ونيك رح تكون احسن بكتير. قوم لا تعذبني، قوم كرمال ابنك. انا مشان ابني بعمل كل شي جيهان، بس هالشي مو بإيدي، هذا قدري. شو يعني قدرك؟ لا ما في شيء، بس هيك طلعت معي وما في إلي أي معنى. لا تاكلي هم. خلص بقى جود، احكي لها شو القصة. شو يحكي؟ حاج بقى تلفوا وتدوروا، احكي شو صاير. انت مجبور تقلي. جود انا مرتك ما هيك؟ طيب بابا انت احكي لي شو في؟ بتضل تقلي بنتي وحبيبتي وانت شايفني عم اتعذب وساكت؟ خلي جود يحكي لك القصة، هيك احسن له. لوين جود؟ لا تقوم جيهان، مليت من التخت، اتركيني قوم. بس اللي شوفي بصدقني شو ما كان ما بزعل، بس احكي لي. حاج تبكي جيهان؟ احكي معناتها. ما في شيء. لا يعني ما عندي شيء قوله. بلا، في شيء انا بعرف وحاسة فيك، مشان هيك اللي شو هو وارتاح وريحني. استنى جود.
خلص جيهان؟ لا، وبدك تفهمني شو الموضوع. انت رعفت معك؟ شوي. بدنا نروح على المشفى. مو رايحة اي محل. شو نحن عم نلعب؟ المشفى ما رح تفيدني بشي. خلصنا. استنى، شلون يعني ما بتفيدك؟ جيهان، خلص، محسن لك ما تعرفي. ليه بقى؟ لأنه أنا في رصاصة جوات رأسي وراح تقتلني. يعني ما رح أقدر ضم ابني ولا حتى أحبك وأشبع منك. أنا رح أموت. شو عم تمزح معي كمان؟ لا، أنا ما عم بمزح معك بنوب. أنا قصتي وصلت للنهاية وبكرة رح تخلص. أنا لازم لاقي أمينة. القصة ما كانت رح تخلص هيك، وكنت رح ضل لحالي بالأخير. يعني بموت بلا ما يكون في جنبي حدا. بدون ما فوت لحياة جيهان أو أترك أثر، كأني ما انوجدت، رح موت بلا ما حدا يزعل علي. رجاك تسمح لي كون جنبك، تركني أعمل واجبي، بساعدك شوي وبدير بالي عليك وبعمل لك كل شي. خليني رافقك لآخر لحظة. ما فيني بعد وأتركك عم تتعذب. ليك جود، هالشي مكرم على كرمالي أنا رح أعيشه. هيك إذا بتحبني خليني جنبك. أنا بحبك جود. وما حقدر روح. ما بقدر بنوم. عم تفهمني مو؟ لك انت روحي وبحبك كتير. انا بحبك عن جد. اسفه بس ما فيني اتركك وروح.
مو بإيدي جود، ما رح أتحمل، ما بدي أعيش بدونك. لا تروح يا جود، بخيلك لا تروح. نامي شوي. ما بدي. إذا بنام بدك تروح. ما رح روح بوحدك. الله يلعنك، ورطيني بمشكلة على الفاضي. أنا شو ناقصني ليش ما عجبتك؟ ليش هيك؟ ليش ما حبيتيني؟ ليش؟ ليش؟ لوين بدك تروح؟ بدي لاقي أمينة. ابني الشرطة عم يدوروا عليها، انت شو رح تعمل أكتر من هيك؟ خلص خليك بهمك هلا. أي هم هذا؟ ليش شو فيني أعمل لحالي؟ ليك جود، اهدى شوي وفكر منيح بالوضع. ما دام بدك تموت فكر بس باللي رح تتركهم وراك، فكر بمرتك واحكي لها حقيقة كل شي. حكيت كل شي. وجهان مصدومة جوا،
أنا شو استفدت من كل شي عملته؟ سكتت كل الوقت مش عم أشوفها من هارة وما وقف اتفرج وأنا مو بإيدي إني ساعدها. ما كان في داعي أعذبها هيك. هذا هو الشي الصح. ولسه في أمك، روح ضمها وأعطيها الفرصة إنها تساعدك. يا مان لازم نلتقي ضروري. استعجل، لازم شوفك. ايوه، شو الموضوع؟ كنت قايل لي لا بقى اورجيك وشي، بس ما قدرت بلاي. مظبوط. وين اختي ولا؟ قلي وين اختي؟ لك بلاش مان، انا شو عرفني وين اختك؟ بعرف انه انت خطفتها، بقى قلي وينها. لك حاجه سخافات بقى، انا شو بدي اعمل فيها وليش لا اخطفها؟ انت قلي هلا مثل ما عملت مع ممدوح شمسيت. انا ما لي علاقه بهالموضوع، شو احلف لك؟ كيف ما لك علاقه ولا؟ طيب بس فكر شوي، اذا قلي مشكله معك بروح لعند فتون خانم وبقول لها انه حياه مو بنتها وانه انت اللي ضحكت عليها بهالطريقه بضرها، مو احسن لي هيك؟ لكان وين اختي؟ فهمني. اهدى جود، منلاقيها لا تخاف. او لازم تخاف، لانه اذا مو انا معناتها مصيبه. بس اسمع، انا بوعدك انه لما تموت بعد عمر طويل حدير بالي عليه هون. والله شو مصدق حالك كتير. ليش انت عندك حدا غيري؟ طبعا. عندي امي. ما رح كمل بهاللعبة بقى، رايح أحكي لها. كيف؟ شو حتحكي؟ رح أقول الحقيقة حياة. خلص انتهي وخرب كل شيء. يا امي مروة، شو؟ آسيا، طلبي الإسعاف على السريع. ما بدي لك حاج بقى، مو شايف حالتك كيف؟ مدلي رجلك. يلا، إذا ما قلتي لي من أبي ما رح أروح على أي مكان. ابني هلا مو وقته ابنه، بناخدك بنحكي بعدين. لك آسيا إذا ما بتقولي مين هو أبي ماني رايح على مكان. طلبي الإسعاف بسرعة. يلا ابني روحي، ما بقدر. لك يا امي انا رح موت، يلا احكي لي. انا ما بعرف مين هو، لو بعرفه كنت قلت لك من زمان. امي خلص اهدى، لو سمحت روح على المشفى وريحنا كلياتنا بقى. لك روح روح. الله يخليك. اها، شو اللي جابك لهون تحسين؟ لك القيامة قايمة عنا هلا. خير قيامة شو يا آسيا؟ أنا جاي لضمك يا أمي، قلي لي لا تخاف، أنا رح ضل جنبك لهيك حتى من الموت لا تخاف. لك مو قلت لك تحسين؟ روح من هون هلا، الجو متوتر وما حدا ناقصك. طيب يلا بعدي، لأنه بدي أحكي بموضوع ضروري مع الخانم. أنت ليش ما عم تفهم إنه هي ما بدها تشوفك بنوب؟ آسيا، لك شو عم تعملي؟ عروة تعبان، اطلبي الإسعاف بسرعة. يلا ايه فتون خانم؟ ما مين واقفة؟
معي. تحسين يا الله. آسيا، في شيء مهم لازم نحكي أنا وياها. أنت روحي لجوا. سمعتيني شو حكيت؟ كم مرة بدي ألعك من هون لحتى تفهم تحسين؟ قلت لك إنه ما عندي شيء لأحكي أو اسمعه بنوب. بلا فيه. وأنت مضطرة إنك تسمعيني. في شغلات لازم تعرفيها. أنت قلت لي إنه ابني مات وقعد ساكت كل هالسنين. وأنا ما بدي أسمع أي شيء جديد. بس أنا عملت كل هالشيء مشانك. مشان ما تعيشي كل حياتك مع عذاب الضمير. وأنت هلأ جاي تلومني إلي مو؟ لأنك نكرتي حكيك. أنت كنتي رح تبعتيهم على الملجأ من بعد الولادة. أنا كنت رح أخذهم معي وما رح أتركهم أكيد. وقتها مو هيك كان حكيك؟ بجوز. لا تذكري. كنا بالحديقة، كان في مطر كتير. بتسامحيني ما هيك يا عمي؟ كذباتي كلها وأخطائي معك تنسيهم كلهم وبتقولي لي ابني تعال لحضني. أمي أنا أجيت. تتذكري شو قلتي لي بوقتها؟ أول ما أولد لازم أخلص من البيبي، ما فيني خليه معي، مجبورة أبعده، هيك قلتي. لا أنا ما تخليت عن ابني. بلا يا خاني بلا، وأنا كل شي عملته كان كرمالك، وكرمال ما تقضي حياتك كلها بالعذاب. إجيت يوما وقلت لك إنه مات، وإنتي فكرتي حالك الأم البريئة اللي خسرت ابنها وخلص. بس الحقيقة مو هيك يا خان، لأنه أنت غلطتي مثلي كمان وأكثر. وليش هيك عم تعمل هلأ؟ ها؟ لأنه في شي ضروري لازم تعرفي. سكوت تحسين، ما عاد بدي اسمع ولا كلمة سكوت، ويلا روح من هون. إن شاء الله الوضع هلا استقر كتير منيح. ومرتي كيف وضع على مرتي؟ حاول تهدى، هي هلا صارت منيحة كتير، وكنتوا محظوظين لأنه البيبي وضعه ممتاز. البيبي؟ ليش ما كنت بتعرف إنه مرتك حامل؟ ما بقي لي حدا لأحكي معه، وما بعرف لوين بدي روح. بقى ممكن تساعدني؟ ايه، وينك انتي؟ تمام، يلا جاي لعندك فوراً.